بدها تنام عندك ما هيك؟ ايه هي بدها تروح لعندي على البيت، بس انا قلت لها ما بيمشي الحال لانه فيلي اللي من الصبح كثير بكير وبدي ارجع اخر الليل، فقامت قالت لي انه هي بتبقى بتقضي الوقت مع روزي. حياتي انا ما بعرف شو بدي اعمل، بس الوضع كثير ثقيل. انا على اساس الليلة احكي انا وياها وبقصة علاقتنا وانه مش ماشي الحال، وعلى اساس انه انا وياك ارتبط، بس تعي شوفي وضعها بيحزن، وانا اصلا حاسس بالذنب لانه ما كنت معها. يعني رح تنام عندك الليلة؟ ايه الليلة بس، ورح تقعد مع روز، عرفتي كيف؟ عن جد؟ لانه مجذوبة أنا أن أصدق إنه رح تتركك نايم لحالك بأوضة النوم وتروح تنام بتخت روز، ما هيك؟ شو؟ سكت مبين؟ دانيا، بدك تروقي لأعرف أحكي أنا وياكي. بدك تروقي لأنه أنا مزروك وعرفتيني إنه مزروك. لك شو عم بتقول أنت؟ شو عم بتقول؟ بدك ياني أقبل إنه غنوة تيجي تنام عندك بالبيت بأوضتك وبتختك بس لأنه هي زعلانة على أمها ولأنها ماتت؟ لك أنا باليومين اللي قضيناهم سوا صرت أحس إنه بتعرف شو؟ عم بقول بدك إيه؟ لك إيه آخر همي؟ اوعى تقولي هيك، اوعى تسكري الخط مثل كل مرة، بتتركيني هيك والعان، مفهوم؟ لا سوري ما في أتركك والعان، لا حبيبي أنت، لا روح قضي الليل أنت وياها بأوضتك بتختك وحبوا بعضكم كل الليل ووسيها كثير لأنه أمها ميتة. هيك بدك اقول لك؟ هلا صار فيك ترتاح؟ ارتحت؟ فيكي تفهميني لمرة بحياتك، فيكي تستوعبيني انه انا وياها مش ممكن ننام بنفس التخت. فهميني. ما بقدر صدق زياد، ما بقدر. نحن قضينا يومين سوا. وانت بالنسبة لإلي صرت كل حياتي ومستقبلي. أنا ما بقدر أقبل بهيدي التصرفات. ما بقدر. طب قولي لي شو بدك أعمل؟ اختي قولي شو بدك اعمل، بعمل مثل ما بدك، قولي. ما بعرف بس ما تخليني خارج.